موجها للمناولة في قطع غيار السيارات بالجزائر متخصص في إنتاج العجلات المطاطية وذلك قبل شهر مارس المقبل في مدينة ستيف ننتظر إن شاء الله في الثلاث أشهر القادمة أو أربع أشهر لنوغيراسيون دي بلو كومبلكس دو أوتوموبيل مصنع العجلات من 1990 ليومنا هذا نلاحظ ان هنالك دو فيريتاب كابيتان دانديسي رواد الصناعه الجزائريه من الخواص سياسيا اكتسح حزب